بوتريكا قال ايه يرجع المنتخب. انا بقول جاتكم رجعه الدم انت وبوتريكا. هذا الارهابي اللي اطلقنا عليه فتره من الفترات امير القلوب قبل ما ينكشف القناع. لو عايزين ترجعوا وتجيبوا ناس فعلا احرف من ابو تريكا بقى جيبوا زيدان وجيبوا عمرو زكي، في لعيبه كتير قوي حلوين ويجوا بالمناسبه. انما ابو تريكا ما يعتبش الملاعب تاني، لان ابو تريكا ايده متعصى دم، واي مصري حر وشريف وعنده نخوه لا يقبل ان هذا الارهابي يمثل منتخب مصر. ده يبقى زي بالظبط الكواري اما في اليونسكو، ابو تريكا قاعد هناك بيدعم الكواري. واي حد بيطلع في قناه في جزيره الجزيره الارهابيه يبقى ارهابي، لا يمثل مصر ولا يشرفنا انه يتكلم باسم مصر. والله انا مصدوم مش قادر الف للناس. انا قلت لكم النوعيات دي انا بحاربها، وقلت لكم اي الكلام ده هشوفه. مش انا مش انا عن نفسي لو حضراتكم بتزهقوا اللي انا اعمل كده انا مش هزهق، لان الحق حق. مكتوب على الفقره دي السهم راح على كارت احمر، وراح بيقول لك الارهاب والكباب. عجبتني الجمله. حضرتك لو بتفكر ان انت الهجوم على نجم النجوم محمد ابو تريكه بيعمل شعبيه، فهو بيعمل شعبيه سلبيه بتؤدي الى كره. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو مش كارت احمر ده، لو في شطب في الفقره احنا بنشطبك. رقم ثلاثه، ما تكمل بقى يعني، يقول لي فلان يرجع وفلان يرجع والكباب يرجع والبطيخ يرجع واي كلام. ما انت المبدا عندك واضح، لكن جيت عند ابو تريكه هو وجعك. حتى على المستوى الغريب جدا واللي انا هقوله، تخيلوا الصيغه بتاعه الهجوم على ابو تريكه وبيدرس اعلام، بيدرس اعلام، هذا الاعلامي بيدرس اعلام. لما انا بدرس اعلام اللي انا هاجم الناس كده وبالشكل ده وبالاسلوب ده تحت اسم الوطنيه، يبقى ربنا يستر على الناس اللي بيتعلموا كلهم تحت ايديكم. تاني، لو بتدرسوا الاعلام او اللي بيدرس، انا افهم اللي هو بيدرس يعني، او سمعت بتدرس اللي انت لما تيجي تنتقد حد يبقى بالاسلوب ده، يبقى ربنا يستر على الاجيال اللي طالعه. والله دي الحقيقه. أنا مستغرب من الكلام، مستغرب من الأسلوب، مستغرب من الهجوم، مستغرب من التواضع في الكلام. أنا هحاول أنقي ألفاظي. اللي ملهوش خير في نجومه ملهوش خير في حد. وأنت اخترت جملة بعناية عشان تسخن الناس، اللي ايده متعصب الدم. طب واللي ايده منافقه؟ فالمنافقون في الدرك الاسفل في النار. طب واللي ايده بتطب الليل ونهار؟ يبقى بتشوفه في شارع الهرم. مع احترامي لكل اللي في شارع الهرم. طب واللي ايده مش قادر اروح للمستوى ده. يعني مش قادر اروح، بس حرام كتير. كتير قوي يا جماعة. الشهرة مش كده. واللي أنا أحاول نغمة، أنا عرضت لحضراتكم، أنا ما صدقتش نفسي لما شفت الفيديو. أنا بجد الكلام صعب جدا. متعصب الدم، متعصب دم الأخلاق والاحترام، متعصب باللي فرح شعب في يوم من الأيام، متعصب حب الجماهير، متعصب يا جماعة للمرة المليون. كلام متكرر، خليه متكرر، خليه متكرر. مين حضرتك عشان توزع التهم زيك زي اللي قلنا عليهم قبل كده؟ هو انت حضرتك مين؟ القضاء، قضاءنا شامخ وعادل، لما يحصل حاجة هنقول، لو هو اتورط في حاجة هنقول. حضرتك بتلعب دور القضاء ليه؟ مش فاهم انا. اللي يخرج عن القانون يعاقب، قلناها وهنفضل نقولها. ما بيحصلش عندنا غير الكلام ده، ما بيحصلش عندنا غير كده. عيب بقى، عيب بقى. احترام الغير من احترام النفس، احترام الغير من احترام النفس.
كفاكم مزايدات، كفاكم والله عندكم حاجات تناقشوها كتير قوي. والله انا ممكن ادلكم على الطريق بالمناسبه، في مستشفيات حكوميه كمرتك تقدر تنزل فيها وتتكلم فيها وتعمل حلقات، ويبقى انت بتساعد الدوله. المسؤول هنا في اخطاء، انا بساعدك اهو انت وغيرك. في مدارس مش الدول بتنهض بالتعليم، في مدارس ما فيهاش حمامات، انزل صور ده وقول مدير المدرسه الفلاني الفلاني في الحته الفلانيه. انزل في الشوارع، امشي قول اتصرف على الارض دي عشان تستفلت، وعشان تلاقي فيها غلطه تاني بعد ما اتصرف عليها الملايين، تبقى عين الدوله، تبقى عين الدوله. روح اتكلم باسم الغلبان لو حد عنده حاجه، اعمل فقره يا اخي للغلابه بعلاقاتكم. ما احنا غلابه مالناش علاقات، اعملوا ده، العب دورك الحقيقي. جاي تقول لي عمرو زكي وزدان الاثنين لعيبه محترمين، لكن معلش حب الجمهور عند ابو تريكه حاجه تانية، حاجه تانية. ايوه حاجه تانية، وانت عارف اللي هي حاجه تانية. لكن الموجه فين؟ نط واركب وبتاع، يلا اضرب الموجه. بس ان شاء الله الموجه، بحكم ان انا من اسكندريه شويه، الموجه لما بتيجي وانت مش شايفها بتقلب وبتخليك تخبط يمين وشمال وفوق وتحت، وتخرج تلاقي نفسك متعور. فربنا على كل واحد بيظلم الناس، ولكن انا بقول تاني ده رايي انا الشخصي. اللي انتوا شفتوه ده حد بيركب الموجه وبيوزع الارهاب بقى على ده، ممكن يطلعونا احنا كمان مش عارف ننتمي لايه، لكن مش مشكله. لكن ده دورنا وده نوعيه برنامجنا. بنتكلم في رياضه، انا ما بتكلمش ولا في السياحه ولا سياسه ولا اقتصاد ولا قانون، ما بعملش ده. لكن انا ضد الكلام ده، ضد اللي حضرتك توظف نفسك مكان المؤسسة العظيمة اللي بتقول كلمة الحق القضاء. انت كده منصب نفسك، هاجمت الراجل بتقول طب افرض رجع مصر بكرة، هترجع تقول ايه؟ هتقول له ايه طيب؟ هقول لي هتقول له ايه؟ مش نفترض كل حاجة؟ مش في احد المذيعين قريب الناس كلها عمالة تقول له هو تبع مش عارف مين ومين، ويلا كرسي في الكلوب بيسمعنا اخبار صعبة. فالمدارس دي صعبة قوي، مدارس التجريح ومدارس الموجة دي ومدارس ما اقولش كلمة الحق ومدارس اللي انا بنصب نفسي وطني اكتر من الشعب. على فكرة في ناس غلابة جدا تحترم رئيس دولتها وما تستضيفها عشان توقعها بتتكلم كلام محترم موزون ومحدش يعرف يوقعها. لكن انتوا اللي بتقعوا في شر اعمالكم توزعوا الوطنية، ما بتلعبوش دوركم الحقيقي المجتمعي، مش مخليني توك شو رئيسي اللي هو تتكلم في كل حاجة وتنهض بالمجتمع في التعليم التعليم التعليم. وللأسف اللي أنا قلته في الأول إن اللي أنا بدرس في الإعلام، بتدرس في الإعلام النقد البناء، النقد المحترم، النقد اللي أنا بالبصة زي ما قلت أوجع اللي قدامي، لكن مش بالنقد اللي أهد البيوت، أهد البيوت. وعدم احترام كيان كل شخص فينا. ومين اللي فرحك وبيتكرم بره مصر في السعوديه وفي الكويت والجزائر والمغرب وبيروح منتخب العالم وهو مبطل بقاله 3 سنين؟ يا راجل بلاها كاس العالم، اقول لكم على حاجه، 28 سنه ما بنوصلش، لكن بلاها كاس العالم عندي انا على الاقل لو انتوا تهدوا في بيوت الناس وفي شخصياتهم وفي احترامهم للجميع. يا اخي روح انت طيب بس اسكت، البس شورت وفنيلا وهنسقفك، هنحطك في الجهاز الفني، بس اسكت انت وغيرك. تعالوا نشوف عشان الاتهامات ابو تريكه كتب حاجه، ما حدش لما بيبقى في حاجه كويسه بنجيبها عشان نبين لحضراتكم اللي هم مش في البعض دولت ما بيزوروش الكلام ده، دي بقى بره الصندوق من عندنا احنا جبناه. لما حصل محنه لشهدائنا في الشرطه والحدث جلل جلل وحجم الألم صعب علينا كلنا، وقبل مباراة مش قادرين نتكلم موجوعين، محمد أبو تريكة كتب على صفحته: رحم الله من استشهد في سبيل ورفعة الوطن والدفاع عنه، وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته. نعم بعيد عن الوطن، ولكن كل جوارحي ومشاعري لا تفارقه.
طب هدي خليك، طب اشتغل بحياديه هدي. بقول على دي، اقول في حاجه كويسه، مبادره جميله من واحد بمنتهى الاخلاقيات اتكلم على شهداء وطنه، والعب دور الوسيط المحترم. لكن انت لا، جماهيريه شعبيه ايده بالدم، ده قتل، ده راح زار مش عارف مين، ده اللي قتله مش عارف مين، ده مش عارف ايه، قلوبنا جحده. وبيدرسوا في الاخر في الاعلام لشباب زي الفل، يبنوا في قلوبهم، يعلموهم المعلم ده معلم، يبنوا في قلوبهم الغل والحقد والكراهيه، واللي انت تنصب نفسك في مكان مش مكانك. اتمنى تسمع كلامنا وتتعامل معاه، اللي احنا مش بنهاجمك، تتعامل معاه كانسان وتفكر فيه كانسان، وتحط نفسك احيانا مكان هقول لك 20% من اللي انت قلته عليه. هل تقبل حضرتك او اي حد اللي حد يقول لهم كده، او اولادك؟ ما هو ما هي الحياه دان تدان، وتعلمنا كده. لكن للاسف انا قلت لكم بيبقى في موجه عاليه احيانا تنط من فوقيها، لكن في وقت ممكن تاخدك وتفرمك. وانا واثق احنا في دوله العدل، مش بقول لك دوله الظلم ساعه، لكن احنا في دولة العدل، ومصر بنبنيها بأخلاقياتنا اللي هترجع. يعني هترجع مصر هتتبني بالأخلاقيات وبالتعليم اللي انت ما تعرفوش، وبالتعليم اللي ما بتتكلمش عنه، وبكل حاجة كويسة. الدول بتنهض بالتعليم مش بالتجريح، الدول بتنهض ان تظهر الحقيقة وتتكلم، مش اللي انت تهد بيوت ناس وتتكلم على نجوم عظيمة فرحت الشعب المصري، منهم إرهابي القلوب محمد أبو تريكة. فالكلام اللي انت قلته ده اسمه الإرهاب والكباب. أنا ما عنديش رد أكتر من كده لحضرتك. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده في إيه ونرجع لحضرتك.